المركب. في الأول كانوا بيعملوا المركب من جذوع الأشجار، وجي الفراعنة واستخدموا شراع القطن عشان يبقى أسرع، وبعد كده ضافوا ليه مجاديف. وفي سنة 1000 صنع النورمانديين سفن عريضة للبضائع، وطوروا الهولنديين فيها فضافوا عليها شبكة صيد. وفي القرن 17 وضعوا الشراع وفضلوا يطوروا في صناعة المركب لحد ما وصلت لسفن حربية وتجارية بتستخدم بالكهرباء.